خلاص الكلام قرب ينتهي اهو، بعد كده مش هيكون قدامنا غير الخطط البديلة مع اثيوبيا بعد ما نكون خلصنا كل الاساليب والوسائل الدبلوماسية معاها، وما بقاش فاضل غير الحلول التانية. فالمرة دي يا نكون او لا نكون. ازاي الكلام قرب يخلص مع اثيوبيا؟ ايه اللي هنعمله بعدها؟ إيه حكاية التوربينات السد دي؟ كل ده واكتر هتعرف التقرير ده من 5 بالعربي. محدش فينا يقدر ينكر ان اثيوبيا استدرجتنا لفخ خطير جدا اسمه المفاوضات، واللي قعدنا فيها اكتر من 10 سنين بنعاتي معاهم ونلف وندور في كل الدول والعواصم، وفي كل مره كانت المفاوضات دي تفشل. لكن المرة دي الكلام مختلف عن كل مرة، لأنه خلاص دي آخر جولة مفاوضات هتتعمل بين البلدين في شهر ديسمبر اللي جاي. المفاوضات الجاية دي هتيجي ضمن جولة المفاوضات العاجلة اللي اتفق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد عشان يحلوا الأزمة دي. اتفق البلدين على إن المفاوضات دي تكون عاجلة وما تزيدش عن 4 شهور، ويكون هدفها الوصول لاتفاق نهائي يحفظ حقوق كل الدول. وفعلا اتعملت 3 جولات من المفاوضات دي، وفشلوا الثلاثة في إنهم يحققوا أي إنجاز أو تقدم يذكر بين الدول الثلاثة، بل على عكس إثيوبيا تراجعت عن الحاجات اللي كانت وافقت عليها قبل كده، وده اللي يخلي الجولة الأخيرة هي جولة الحسم، واللي بعدها مش هيكون في أي فرصة أو أمل فإننا ممكن نحل الموضوع ده بشكل دبلوماسي، وإنما بقى هيكون علينا ندور على حلول وبدائل تانية لحل الملف ده. هدف مصر من المفاوضات دي بحسب الخبراء هو الوصول لاتفاق نهائي يحفظ حقوقها ومصالحها ويحقق مصالح الدول الثانية طبعا، وده أمر مفيش مفر منه بالنسبة للقاهرة، خصوصا في موضوع إدارة وتشغيل السد، وكمان لطريقة توزيع المية في سنين الجفاف. علق الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة اللي هي الفاو على المفاوضات دي، وقال إن الاجتماعات مع الجانب الإثيوبي لغاية دلوقتي ما وصلتش لمؤشرات بتعمل توافق. أكد نور الدين إن الجانب المصري مصر على ضرورة النص بوضع اتفاق ملزم له مرجعية قانونية دولية، وقال كمان إن سبب عدم توصل الأطراف الثلاثة بمشاركة السودان لتوافقات هو التعنت الإثيوبي، لأن إثيوبيا بترفض إنها تضمن لمصر حد أدنى من المية يخرج من السد زي ما كان عليه الوضع قبل بنى السد. أعرب نور الدين عن استغرابه من استمرار توقف تشغيل التوربينات سد النهضة وبدء عملية توليد التيار الكهربائي لحد دلوقتي، وقال إنه كان من المفروض إن يتم تشغيل التوربينات لحد دلوقتي وما تمش تشغيلها، حتى التوربينات القديمة متوقفة. وتساءل هل ده معناه ان سد النهضة معمول لتخزين المية مش توليد الكهرباء عكس اعلان مبادئ سد النهضة ولا ايه؟ فهل بقى تفتكر ايه اللي ممكن يحصل لما المفاوضات دي تنتهي بالفشل؟ اكتب لنا توقعاتك في التعليقات.